جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول: ما الدعاء الوارد عند دخولي المسجد النبوي وكيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ الدعاء عند دخول المسجد النبوي كدخول المساجد الأخرى: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب ويقف محاذيا لمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد قوله: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فهذا شيء حسن. ثم يتأخر قليلا نحو الشرق فيقف مواجهة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. ثم يتأخر قليلا نحو الشرق ويقف مواجهة عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. نعم.